رحيم. كلنا جنوب اليوم، كلنا جنوب وكلنا في الكتلة الجنوبية، ونشكر سيول ونشكر كتلة الجنوب على احتضانهم للبرلمان وعلى أن كانوا أكثر من حضر في هذا الاجتماع، فلهم الشكر ولهم التقدير، ولن ينسى هذه المواقف لهم أبدا. وكلنا من أجل تحرير اليمن وإعطاء الحقوق العادلة. شكرا للحكومة على تقديم هذا البيان، وأبارك لإخواني الأعزاء رئيس وأعضاء هيئة الرئاسة، وأتمنى لهم التوفيق في السير بمجلس النواب في هذا الوضع الحساس وفي هذا الوقت المهم لما يخدم قضيتنا الأساسية، وهي استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب. وهذا تأكيدا على كلام من سبقني من الإخوة، يجب أن يكون هو أولوية عملنا جميعا، أولوية عمل الحكومة، بالإضافة إلى تطبيع الحياة في المناطق المحررة كأولوية ثانية، والثالثة هي يعني تقديم الخدمات اللازمة في الحدود الممكنة دون أن يتعارض ذلك مع الأولوية الأولى، وهي تحرير البلاد وإنهاء الانقلاب، بالإضافة إلى تطبيع الحياة في المناطق المحررة. البيان المالي والأرقام الواردة واضحة جدا، ولكنها تحتاج إلى جهد وتحتاج إلى تفاصيل كثيرة، وهذا مكانه في اللجنة التي ستناقش هذا الأمر. ويعني إن شاء الله يكون هذه بداية تعاون جيد بين المجلس وبين الحكومة. والسؤال الأهم هو سيكون كيف يمكن أن يتم تغطية هذا العجز، وفي نفس الوقت الدخول في تفاصيل قد ربما تعين الحكومة في توجيه موارد الدولة المتاحة نحو الأولويات التي تحدثنا عنها: استعادة الدولة، تطبيع الحياة في المناطق المحررة، بالإضافة إلى تقديم الخدمات اللازمة. لدي إخواني الأكارم نقطتين أساسيتين أريد أن أطرحها لكم. الأولى، يجب أن يكون حزبنا اليمن وكتلتنا الوطن قبل أن نتحدث كأحزاب في هذا الوضع الحساس. اليوم نحن بحاجة إلى أن نفهم ما هي الأولوية التي أمامنا. ليست أحزابنا هي الأولوية، وليست مناطقنا هي الأولوية، ولكن الوطن الكبير. أنا على ثقة أن إخواني أتوا إلى هنا وهم مستشعرين أن حزبهم هو الحزب الكبير. حزب الوطن شعبنا يا إخوة بين مشرد ومحاصر. الشعب اليمني اليوم يتعرض لأهانة غير مسبوقة، فقر وتجويع وإذلال. واجبنا أن نستشعر أن كل يمني في كل مكان، وأن نشد على يد كل صادق يسعى إلى تحرير من أبناء القوات المسلحة والأمن، وأن يكون يعني التوجيه الأساسي بعد الله سبحانه وتعالى هو تلبية نداء الوطن في تحرير وإنهاء. أسأل الله أن يوفقك يا شيخ سلطان، أنت وإخوانك في هيئة الرئاسة، ويوفق الجميع للقيام بهذا الأمر. الأمر الثاني، نحن أتينا من عطلة طويلة يا شيخ سلطان، 4 سنوات. أنا أرجو أن أنتم لا تردونا في عطلة، لا باسم رمضان ولا بغيره. كلفونا بالعمل في خلال الفترة القادمة، يعني شكلوا الجهاز الإداري والأمان العام للمجلس، أنهوا تشكيل اللجان وأعطونا تكليف بالعمل خلال هذه الفترة القادمة حتى لا يأتي وقت الانعقاد القادم إلا وقد أنجزنا شيء. أما العطلة التي في اللائحة نحترمها، لكن إحنا كنا في عطلة 4 سنوات. فإن شاء الله نشمر سواعد الجد ونسعى في تنفيذ المهمة الكبيرة الوطنية التي أمامنا، وفقكم الله جميعا، والسلام عليكم. شكرا للشيخ حميد الأخ.